خلينا نتقدم. طيب خلينا كمان عايزة أعرف تعليق حضرتك على اختفاء بعض الأحزاب الكبيرة في البرلمان الجديد. يمكن في أحزاب زي الوفد والناصري يمكن التوقعات إن هم في المراكز الأخيرة شوية، لأنه هم ما كانوش بين الناس. أنا بقول لك هي الدولة بتركيبتها وبمخططها سمحت للتيارات الدينية إن هي اللي تبقى وسط الناس. خدي بالك، شوف أنت كام مستوصف موجودين النهاردة. طيب هل ده سياسيا ينفع؟ يعني ممكن يكونوا وسط الناس اجتماعيا موجودين، بس على المستوى السياسي بقى حضرتك شايفة إن الأحزاب دي ممكن يكون؟ لا شوفي، أنا هقول لك على حاجة. أنا ما بحبش قوي يعني إيه إن أنا أروح ورا التنظير. أنا بتكلم كلام عملي. أوكي. في ميدان التحرير وقت الثورة الشعار اللي اترفع إيه؟ عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. عدالة اجتماعية. مين اللي كان جاي يحقق العدالة الاجتماعية؟ جمال عبد الناصر. يعني هو اللي حط أسس العدالة الاجتماعية. إذن الشعار موجود بين الملايين، ماليش دعوة بالحزب. أنا ناصرية وأنا مش منضمة للحزب الناصري. أنا مش منضمة، بس أنا مع الملايين اللي رفعت صور عبد الناصر في التحرير. أنا مع الملايين اللي في كل مظاهرة في الوطن العربي للحرية بترفع صور عبد الناصر. ده مش لشخصه، لأفكاره. لأفكاره شخصه مين؟ ما شخصه خلاص في رحاب الله. وده اللي أثبتوا لنا بالأيام إن هي الأفكار. شخصه في رحاب الله، وما فيش ولا واحد عارف لو عمل إيه كمان مش هيبقى عنده واحد عالمية من اللي مشوا في جنازة عبد الناصر. ولا حد فيهم لو مشي النهاردة هلاقي 10 ينزلوا يقولوا له خليك. مش 5 مليون، كنا 30 مليون السدس. يعني تخيل هنا 23 مليون ينزلوا فجأة كده في القاهرة. ولا تنقص عيش، ولا باترينا تتخدش، ولا يحصل حادثة سرقة، ولا حادثة. طبعا ما كناش ساعتها بنسمع عن التحرش. التحرش ما جاش إلا بعد ما بقينا كلنا اشياء يعني. طيب يعني انا مش مصدقه نفسي، زمان كان في حريه اكتر من كده، وكانت المراه حقها اكتر من كده. طبعا وما كناش بنسمع كده افلامنا بامهاتنا بالكلام ده كله. اتفرجي على افلامنا زمان. صحيح. لما الراجل يعني لما واحد يجيب لامه فلوس قد كده، ها، فتقول له ده منين ده، فتعرف ان هو جابها مثلا من صفقه تهريب بتاع، تقول له حظ الله ما بيني وبين فلوسك الحرام. النهارده اللي بتجيب الحرام دي بتقول له برافو عليك يا حبيبي، اسم الله، ربنا يديك القوه عشان تعمل حرام كمان تاني وتجيب كمان. زي ما احنا قلنا يا فندم، الثوره المفروض تكون ثوره في كل حاجه، في الفكر وفي هي ثوره في كل حاجه، في المجتمع هي ثوره في كل حاجه. صحيح. بس يا رب تكمل ثوره. يعني انا عايز اقول ان الثوره دي ستستمر الى ان تحقق اهدافها، وعايز اقول ان اي حد سلامتك يا فندم، اي حد، شكرا، اي حد متخيل انه قفز على الكراسي وهيكتمنا، مش هنكتم. خلاص احنا كسرنا حاجز الخوف. احنا كسرنا حاجز الخوف ومش هنخاف من بس حاجة. قالوا قبلينا خليهم عندهم الميدان، خليهم في الميدان هجيب لهم بونبوني. فيعني لا، واللي ففي منطق اللي هو هاتي، واللي قبليه قال خليهم يتسلوا. بالظبط. طيب فممكن برضو اللي في الاخر بومبوني. اللي يقول والمركب تسير والقافله تسير والكلام ده. انا بقول لك ده كان قبل 24 يناير. اللي ما يعرفش يقرا ده، ما هو اللي قال ادوهم بونبوني، ما ده كان بعد 24 يناير. ما فهمش الحدوته. هي الحكايه كده، انك تفهم تقرا صح توصل للنتيجه صح. طيب حضرتك شايف ان في اي هدف من اهداف الثوره اتحقق؟ ولا هدف، ولا ربع هدف. يا شيخه ده انت عندك مجرد انك انت تعملي توازن وعداله بين الاجور فقط لا غير. مش قادرين تعملوها ليه؟ ده اقل حاجه. يعني انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ يعني قاعدين بتعملوا ايه؟ انتوا النهارده جيتوا استأمناكم الشعب المصري. طبعا انا يعني فاضل لي شويه وباي باي. يمكن لا ربنا يديك الصحه. يعني عايز اقول شبابنا، انا ابني والحفيدي ويمكن ولاد حفيدي ان شاء الله يجي له اكتر من واحد، لان كله انا واحد وابني واحد. لا انا عايز اقول ايه، ان احنا النهارده عايزين بلدنا تبقى مصر اللي هي معروفه في الدنيا كلها بانها فجر الضمير، بانها الوطن، بانها الملاذ لكل اللي كانوا مضطهدين. المناره. بانها المناره، بانها. طب انا هقول لك بلاش الاجور، هل بعد الثوره هل يليق ان تفضل شوارعنا وسخه مليانه بالزباله؟ لا. مش لا. عايز اقول قمامه عشان اقول زباله. لا ما صحش. هل ده يليق؟ هل حتى بس احنا مشغولين بقى بالكلام عن حاجات تانية كتيره. المفروض ان احنا كنا المفروض نكون في اول خطوه تجاه الديمقراطيه. طبعا هي ليها اكيد لها مزايا، ما فيش حاجه في الدنيا وحشه بس وكويسه بس، في مزايا وفي عيوب. لكن في الاخر كان المفروض نكون الكلام عن حاجات زي ما حضرتك قلتي اهم من كده بكتير، اهم من اشياء تفصيليه. لا المفروض كفايه، انا مش عايزه كلام،
انا عايزه فعل. فعل انا كنت عايزه، عارف لو قالوا لنا، انا كنت بشوف وانا كنست مدن يوم كلنا يوم. كلنا كنست في ميدان التحرير، انت فاكر، وفي الشوارع وفي كل، يعني عايزه اقول ايه، ان احنا عندنا استعداد، بس اديني قياده، اديني قول لي لموا الزباله دي وانا هجيب عربيه تاخدها. لا حسسني، انا لا بقول لهم حضرتك انا مستعده اكنس كله. على قد ما اقدر لغايه ما اقع من طولي. لا بس حضرتك قلتي حاجه، يعني احنا كلنا مفتقدين قياده، وكلنا في نفس الوقت دلوقتي ما عندنا انعدام ثقه، مش واثقين. ايوه، لا مش انعدام، احنا بالعكس. شوفي اقول لك على حاجه، يعني الاخفاق ده وتاكل الثقه اللي بيننا وبين المجلس العسكري، وعلى فكره ده برضه هكرر تاني، ملوش علاقه بالجيش. انا الجيش بالنسبه لي حته مني. أيوة. صح. انا بقول الناس اللي بيقودوا في المجلس العسكري سياسيا. سياسيا سياسيا، يعني انا وانا قلت الكلام ده لاعضاء في المجلس العسكري في اوائل الثوره، قلت لهم ما تخيبوش املنا، يعني احنا النهارده قلنا لكم احنا الثوره دي الجيش هو المجلس هو اللي مؤتمن عليها باسم الجيش، يعني هو مؤتمن على ايه، وصلنا لايه دلوقتي النهارده. هل انت حد يقنعني ان السلطات اللي موجوده النهارده مش عايزه، مش عارفه تمسك بلطجيه اوكي، مش عارفه تعمل الشوارع اوكي، مش عارفه مين التجار اللي بيخلوا الاسعار تولع كل يوم، وانت مكبلني في الارض بسلاسل الاجر بتاعي اللي باخده؟ المفروض بقى في خطوه ترجع وزاره التموين ومفروض الحكومه الجديده. انا سالت قالوا لي الناس دي معروفه اللي هي بتتحكم في البضائع اللي بتيجي. طب حتى دي ما انتش عارف تعملها، طب فين؟ ما في خطوات بقى، ما هو بدايه الحكومه المفروض ان الحكومه اولوياتها الحكومه القادمه، سواء الأمن، كانت حكومه انقاذ ولا تيسير ولا لسه هنستنى الحكومه القادمه. لا ما هو كمان احنا عايزين دلوقتي، ما هي ده ما هو هيبتدي المفروض دورها دلوقتي. استنى بس، هو المجلس مش خد اجراءات تشريعيه، مش عمل دستور، مش عمل مش عارف وتعديلات ايه، وتعديلات واعلانات وكده. طب يعمل حاجه، يتدعو لتنظيف الشوارع، يعمل حاجه يمسك بيها الحراميه، يعمل حاجه الكلام اللي بيتكتب عن الحكام السابقين يسالهم فيه. انا الخبر بتاع امبارح ما نايمنيش والله العظيم، ما نايمني بتاع مبارك ام وحق الشهداء يا فندم كمان. نعم، وحق الشهداء وضحها والمصابين النهارده. لازم المصريين كلهم يعرفوا ان خروجهم الى صناديق الانتخابات بحريه وبدون خوف ده بدم الشهداء. صح. شهداء التحرير العظام اللي هم احياء عند ربهم يرزقون، واللي هم هيفضلوا مناره مصر. اعتقد ان ده وصل، اعتقد ان ده وصل يا فندم. استاذه فريده الشباشي زي ما قلت صاحبه بيت، واكيد هيكون لنا لقاءات تاليه على المرحله التاليه والثالثه ولحد ما نوصل انتخابات الرئاسه كده ان شاء الله. فمشكورك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، نورتينا وسلامه حضرتك، الف سلامه. شكرا، ميرسي قوي من حضرتك. طيب احنا بصي، بغض النظر بقى، يعني الناس هتستنى، اصل اليوم طويل، اصل في بكره، لازم يبقى عندنا شويه امل يا شريف، حتى لو كنا يا ريت، بنتمنى ان انتوا تنزلوا، يعني مفيش حاجه اسمها اصل اللي كسب كسب، مفيش حاجه اسمها اصل النتيجه تحصيل حاصل، مفيش حاجه اسمها اصل اكيد مش عارف. هتزعل قوي لو لقيت يعني بفارق صوت واحد كان ممكن يبقى صوتك، وممكن جدا على فكره، عشان ما اعتقدش ان الاخطاء تكرر، يعني وحتى لو كررت يعني مش يعني نساهم انها ما تتكررش. ما تديش صوتك، روح ابتل صوتك، بس ما تديهوش لمن لا ممكن يكون مش مسؤول عنه. اشكركم شكرا جزيلا، وبكره كرو عمل جديد ونهارك سعيد.